يهدف مشروع ثقافة العمل الاجتماعي اللي أطلقناه اليوم إلى دعم وتطوير ثقافتنا الحالية في العمل من جهة، وطرح قيم ومبادئ عمل إضافية تعد ضرورية لضمان تقدمنا إلى الأمام وتعزيز قدراتنا على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المرجوة منا من جهة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند، المؤسس المفوض، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، السيدات والسادة، ضيوفنا الأفاضل، زميلاتي وزملائي، موظفين المراكز، حضورنا الكريم، أسعد الله صباحكم وكل يومكم بكل الخير. هذا اليوم فعلاً مميز ومشهود، مميز بكم ومشهود بأحداثه بإذن الله. نعم، نحن العاملين بالقطاع الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني نتجمع اليوم جميعنا على أرض واحدة وتحت سقف واحد لنطلق ونتبنى قيمنا التي سنبني عليها وحولها ثقافتنا في العمل وفي خدمة الإنسان. نعم أيها السيدات والسادة، الإنسان هو محورنا ومرتكز اهتمامنا، الإنسان الطفل والطفلة، الإنسان المرأة والرجل، الإنسان الشاب والشابة، الإنسان المسن والمسنة، الإنسان من ذوي الإعاقة، الإنسان بكل فئاته وحالاته هو هدفنا، وعلى خدمته وتمكينه عقدنا العزم بإذن الله، ونسأل الله التوفيق والسداد ونشهده كذلك علينا. أشكر كل من سعى لنا اليوم بالحضور والمشاركة. فعاليتنا اليوم أبداً لن تكون من غيركم ومن غير حضوركم مميزة. أشكر كافة موظفين المراكز على إيمانهم وتبنيهم لكل ما يدعم عملهم، وأشكر كل من عمل في هذا اللقاء المبارك وعمل عليه، ولكم مني أجمل التحايا والشكر جزيلا.
الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا. نرحب بكم في هذا الملتقى المميز. اليوم إن شاء الله راح نتكلم على 6 قيم. هذه القيم عبارة لابد أن جميع العاملين في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز التابعة لها التحلي بها. وخير ما نبدأ فيه هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم. ومن هذا الحديث ننطلق في تعريف الخدمة القيادة الخدمية. نرحب بالحضور الكرام، معكم أختكم منيرة البلوشي، مركز دريمة لتمكين الأيتام. قيمتنا هنا التواصل الفعال. في التواصل الفعال ليست مجرد أننا نوصل معلومات، بل أكثر من شيء التواصل الفعال هي التأكد من فهم الشعور والانتماء والاستيعاب والاستماع الكامل للطرف الآخر. احنا هني قاعدين نلعب لعبتين، اللعبة الخاصة بانسجام الفريق وفي لعبة ثانية بتمرير الفريق. طبعا احنا هني قاعدين نتكلم عن القيمة الخاصة بروح الفريق والعمل الجماعي، فاللعبتين هذيلة راح يكشفون لك من خلال تكوين الفريق هل هو بالفعل بيكون في انسجام وفي ثبات بينهم او لا. طاح. طبعا مثل ما انت تعرف روح الفريق مهمة، احنا سهل ان احنا نشكل فريق، لكن الحلو ان احنا نسوي روح حق الفريق بحيث انه هو يكون فيه انسجام، فيه ادوار واضحة توزع بين الكل، فهاي المفروض روح الفريق. بداية الحضور وإلى الآن نجاح الملتقى وكذلك الأشخاص اللي مروا علينا ما شاء الله من موظفين إلى رؤساء إلى مدراء قد أبدوا إعجابهم بالنقاط اللي مروا عليها كقيم قوية جدا ومدروسة في الإلقاء في هذا الملتقى. شيء جميل صراحة، صباح مختلف عن كل صباح ما شاء الله، يعني على الأجواء وعلى الأشياء، المواضيع والبرامج والألعاب وطريقة أن الموظف أو الشخص الحاضر لازم يلف ويتعرف على الاستاندات والأشخاص، صار فيه انتراكتف كثير وتفاعل كبير حلو بين الناس. فأنا ما شاء الله لحد الحين على كل استاند يعني عرفت 2-3 على الأقل من الأقسام الثانية، فأعتقد حقق الهدف إن إحنا نلتقي ونتعارف على بعض وعلى شنو القيم عند كل مركز أو كل قسم. ويعطيكم العافية. الشباب او نعلمهم ان اختلال الاداره مثلا ان شخص بيطلع من الاداره هذا لا يعني ان احنا نفقد المسؤوليه ونترك المسؤوليه، تحقيق الهدف هو شيء اساسي في العمل. اذا المسؤول يجب ان يتصف بالعديد من الصفات التي تحقق له ذلك، من يجد في نفسه الامانه، الشيمه، تحقيق اهداف الغير، تحقيق السعاده للغير، البحث عن المساواة بين الناس، إذن هو يتصف بصفات مسؤولية مجتمعية. وفي قلب ثقافتنا تقع قيمنا المؤسسية، وبعدين يقودنا اختيارنا الواعي حتى يكونون قادرين على الاعتماد على نفسهم. نقول حق ضيوفنا اليوم، زملائنا الموظفين، المراكز، فكرة المقهى. تفضل غانم. أول شيء أهلا ومرحبا فيكم، معاكم أخوكم غانم عبدالله الغانم. ما هي القيادة الخدمية؟ هي الأساس في أي مجتمع سليم. لماذا؟ لأنها هي الخيار الأفضل
في تقوية الثقة بين المسؤول والموظف وبين الموظفين فيما بينها. بداية أنا جدا سعيدة اليوم وما أتخيل كأني فعلا في بيتي، وهذول كلهم اللي موجودين عائلتي، خواتي وإخواني. لذلك لما أخذت شاي ولا قهوة وقدمت حق واحد أو اثنين أو ثلاثة منهم، حسيت أني أنا قاعدة أقدمه لأخوي وزميلي وفي بيتنا وفي محلنا. ما حسيت أبدا بأي شيء إلا بالسعادة. ما في فرق بيننا، مدير مركز أو رئيس مؤسسة أو موظف أو حتى موظف جديد توا أمس منضم لنا، كلنا مع بعض عائلة واحدة. مركز أمان يوسف أحمد ناصر صالح. الله مبروك مركز أمان، ما شاء الله محظوظين. صورة شكرا، حياك الله استاذ. صفقوله يستاهلون الشبلح. سعادة السيدة منيرة بنت ناصر المسند المؤسس المفوض، أتشرف بأن أقف أمامك وأقود زملائي وزميلاتي اليوم في تلاوة التعهد، تعهدنا للعمل الاجتماعي الإنساني. بسم الله الرحمن الرحيم. أتعهد أن أراقب الله في مهنتي، وأن أكرس نفسي لخدمة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وأن أسعى لتمكين ورفاهية المنتفع بخدماتي، وأن أصون كرامته وأحفظ أسراره حتى بعد انتهاء علاقتي المهنية معه، وأن أمارس مهنة العمل الاجتماعي بالمسؤولية والضمير والنزاهة والكرامة التي تتفق مع تقاليدها